خصبه حصينه ودشم مكونه من 6 دشم، كل دشمه 6 دشم. ما علينا مش مبني بخرسانه مسلحه وبه ومعمول بالصاج ومدهون بماده اسمها ماده الفولاذ لحمايه الموقع من الايه من الصدم. يا سلام. وموجود فوق معمول بشريط حديد، بشريط سكه حديد، 3 طبقات فوق بعض، كل طبقة عكس التانية ومعمولة من الأجناب متماسكة ببعضها. فوق يا رجالة فوق هنا شباك من السلك، 3 أنسقة من السلك، كل شبكة فيها الحجارة، فيها حجارة، الحجارة ديت لما بنضرب عليها مدفعية بتستاد قوة وصلابة. يا النزل بتاع ديت هتحمي نفسها، دي موجود هنا الناس اللي ورا دي عشان نسمع الشرح بعد اذنك. عبارات من فوق بتزداد قوه وصلابه. احنا دلوقتي واقفين قدام موقع القائد، ده الموقع القائد الاسرائيلي مقسوم الى 3 مناطق. مقسوم ولا مقسوم؟ اول حاجه قسم اداري وقسم قيادي. القسم الاداري اللي هو بياكل فيه بيشرب فيه، موجود فيه الاداريات بتاعته، معجون حلاقه موجود فيه، ادوات الطعام بتاعته موجود فيه، كل حاجه خاصه الاداريات. القسم اللي هو القيادي فيه التليفون، فيه النشيد بتاع الجيش بتاعهم، فيه الخوذه، فيه العسكري المراسله واقف تمثال للعسكري المراسلة، فيه المكتب، فيه الكرسي. هنتحرك بعد كده هنخش على مركز الإشارة. مركز الإشارة ده فيه أجهزة الإشارة اللي كانوا بيستعملوها، اللي هي كانوا بيتلقوا منها الإشارة من القيادة ويترجموها للإيه ويوصلوها للقائد. بعد كده هنطلع على الدشمة رقم 4. دي الدشمة الوحيدة اللي فيها مدفع ما تدمرش. احنا عندنا 6 مدافع هنا، كل 6 دشم، كل دشمة فيها مدفع، فدمروا 5 دشم، باقي هي دشمة واحدة علشان تنعمل مزار او مزار سياحي علشان تاريخ البلد، ذكرى للبلد. دلوقتي هنخش يا حضرات، ويا ريت لو سمحتوا الشباب الاول بعدين امشوا وراهم كده واطلع بحيث بس يا عم عشان البطاريه. يا عم بطاريه يا جدعان. هم الجنود اللي كانوا تعبين نفسهم. سينا غالي يا ولد. رقم نفخ. رقم الخير والله حاجه. حاسب ده حاسب ده. هتعالى تعالى تعالى تعالى. يمين في شمال. لحد ما تلاقي عماره. بص احنا لو جبناهم فين؟ وخزنه هنا كمان. لا ده مش خزنه. في ناس واحد جيب هنا. تعال من شويه اهو. تعال شويه. الراحه هنا وبعدين ماشي. يلا بينا يا جدعان. بس الاكسجين منين ده عارف؟ مش مهم، المهم بس يكون في مكان. يلا يا عم ماشي. اسرع عسكري. هوبا ايوه هو ده. صور مع القائد. صور مع القائد عسكري. صور يا عم على طول. كان في خوذ هنا الاسرائيليين. خوذ عليها معايا. في خوذ العسكري. كسر من العسكري يا عم. انا عاوز افهم يا زين، دي لما تضرب مدفعيه ما يحصلهاش حاجه؟ مش ده قوه الصلابه اللي بقى فيها 3 طبقات اطبان سكه حديد عظيمه عيش ومعشوق. حديد اطبان سكه حديد عظيمه عيش ومعشوق، يعني جاي كده وجاي على سيف. وثلاث طبقات من الطوب المفرغ اللي انت شفته فوق. تضرب انت مفهوم انت ولا بتتاثر ولا تزيد اي حاجه. ما يحصلهاش اي حاجه. حما علي، حما علي.
يلا عشان الناس. ده النشيد بتاعه. ده النشيد بتاعه. حكم الذي ميزكم عن الشعوب. شايفين ان هم كل حاجه يعني تبعهم يعني. تبعهم وشايفين ان الدين هم احسن ناس احسن ناس في العالم. ماشي يا احسن. صار بسرعه بس احنا نوصل لورا بس بعد شوي. دي المدفعيه هي. يمين. ده جهاز الاشاره. تلفونات عرضية وشارة بتوصل مكان كله ببعض، مكان كله مربوط ببعض. اللذينة. وسلك. دي حاجات قديمة جدا. ولو برضو يا عم بس كانت أيامها كانت أيامها كانت. أنا عارف. جايبينها أنا. لسه ما. أنا بقول لك الحاجات دي خلاص. تحويلة 10 خط. ده تحويلة وده 10 خط. هي يا عم عارفين ديت ملهاش كبير ولا ايه؟ معلش هنعمل ايه بس؟ يلا طب وانتوا؟ ربنا ربنا دي السيارات بتاعتهم؟ اه كمان عاوزين نباتوا هنا يا جدعان. احنا يلا رجاله.